احنا كنقابه وكصيادله يعني احنا مهنيين الصحه، اون دي بروفيسيونيل دو سونتي، لابد من الدور نتاعنا ومن الضروره باش نحافظوا على صحه المواطن، وعندنا دور يعني نلعب فيه كصيادله. وحنا رانا نشوف في واحد الظاهره في هذه الفتره تاع لا كريز هذه اللي تم المواطن، يعني اللي نشوف في واحد الظاهره هي تعبئه الاقنعه يعني لي ماسك هادو اللي راهم يتباعوا في بدون يعني قوانين، وراهم يتباعوا في عده محلات تجاريه اللي ما عندهاش الصلاحيات باش هي تبيع هاد المواد تاع الوقايه. ما يخفاكمش باللي هذا راه سيتان ديسبوزيتيف ميديكال، هذا لازم يتباع في الصيدليات باش نشوفوا النوعيه نتاعو، باش نشوفوا التتبع نتاعو لا تراسابيليتي نتاعو هكذا، ونشوفوا كذلك لازم ينتجوا ورشات لي زاتوليي اللي يكون عندهم معيار يعني ريفيرونسيال باش يطبقوه، ماهوش فقط كتانه اللي تتحط على الوجه وكل واحد يروح ينتجها وكل واحد يروح يبيعها، كما راك تشوفوا يعني تباع في المتاجر، تباع في لي سوبرات، تباع عند اللي يبيع الطبغ والجرائد، وتباع حتى في الرصيف. هذه غير 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 مقبول، وحنا نحتجوا ضد هذه الاشياء هذه. دكتور لابد يكون ضبط السوق وضبط دكتور راح الثمن لو سمحت.